بشكل مادي هذا امر يجب التصدير عليه وقوله واعلان به لدى البرلمان المغربي لدى المجلس النواب ولا مجلس المستشارين هذا معضله كبيره جدا 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 انا شخصيا كان متصرف قضائي لو علمت على ان منها الاجماليه لا تفوق 8500 لما اتيت لانني أنا الآن أعاني من مشاكل وأكثر من ذلك أمام ضآلة هذه المنحة نعاني مشكل بيروقراطي لا ليس له ما يجسده وما يبرره وهو تأخر منحة مجلس الجماعة الدار البيضاء لماذا الناس فين كانوا؟ علاش تعطلوا لنا كاع احنا نقولوا كاع طوال ما مارس ابريل ماي ما كانش انايا ما كاين مشكل علاش جيت في شهر سته؟ تلقوا لنا تقول لنا الدوره شهر شهر سته شهر سبعه درتو في الدوره ديال شهر سبعه تلقوا لنا في شهر تسعود جيتو شهر تسعود دوره شهر تسعود مرحبا تلقوا لنا دابا ما تخلوناش دابا سنه 2018 اجهشت على الانتهاء وحنا غندخلوا 2019 وباقي الملحه ما جاتش ما عارفينش اش غنديروا حنا في التنبؤات المستقبليه شحال غنستقبلوا شنو هو الخصاص شنو هو كذا راه حنا غاديين بواحد واحد واحد غادي بمشيئة القاهرة وصافي قادر غادي بشويه بشويه عندنا وغادي مركزين وحاضرين باش ما نضيعوش فلوس كثيره ولكن ناقوس الخطر ادقوه لكم ان لم تمنح منها في ظرف 15 يوم فسيكون المركب في حاله افلاس مالي وعز مالي كلي